المملكة العربية السعودية فاجأت إسرائيل، بل حتى فاجأت الكثير من الأوساط الأمريكية، وذلك من خلال التوجه مباشرة إلى إيران، وذلك من إعلان كبير برعاية الصين بعودة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وبين إيران. الإعلان جاء في 48 ساعة الماضية، وهذه العودة لهذه العلاقات هي تأتي بعد انقطاعها في عام 2016 بعد اقتحام الإيرانيين للقنصلية السعودية طبعا في عام 2016 بهذه الطريقة، احتجاجا على إعدام رجل الدين النمر الشيعي طبعا أعدم في عام 2016 من قبل السلطات السعودية. وبعدها وصلنا إلى هذه النقطة وقطعت هذه العلاقات. الآن العلاقات تعود بشكل طبيعي ومتوقع أن يتم تفعيلها خلال الشهرين القادمين. تفاصيل مهمة نشرت على الأسوشيتد بريس حول هذا الأمر وحول تفاصيلها وحول ما يعتقده الخبراء حول هذه القضية. وبالتالي نحن أمام خمس أمور مهمة يجب أن تتحقق من خلال هذا الإعلان. أولى هذه الأمور وأهمها هي إعادة البعثات الدبلوماسية وفتح سفارة في إيران في السعودية، وفتح سفارة سعودية أيضا في المقابل في إيران، وبأن هذا الأمر يجب أن يتم تفعيله خلال مدة أقصاها شهران فقط. أيضا تفعيل اتفاقيات مهمة، اتفاقية التعاون الأمني التي وقعت بين المملكة العربية السعودية وبين إيران في عام 2001 يجب أن يتم تفعيلها. أيضا اتفاقية أخرى ألا وهي الاتفاقية العامة للتعاون في كافة المجالات بين البلدين على المستوى الاقتصادي التجاري الاستثمارات الثقافة الرياضة وغيرها، وهي أيضا تم توقيعها بين البلدين في عام 1998. أمر آخر مهم بأنه يجب أن يكون هنالك احترام لسيادة البلدين وعدم التدخل في شؤون الآخر، يجب أن تكون ويكون هذا أمرا مهما للغاية في هذه القضية. وأيضا بعد ذلك يجب أن يكون هنالك اجتماعا بين وزير الخارجية السعودي ووزير الخارجية الإيراني في البلدين، أي بما معنى في السعودية وكذلك في إيران، من أجل تفعيل كل هذه البنود المتفق عليها. وطبعا كانت هنالك ردود أفعال بشكل عام عن هذه القضية بحسب ما وثقته طبعا الأسوشيتد بريس بشكل عام وثقت بأن هذا الأمر يعتبر نبأ سارا للمنطقة، للعراق، لسوريا، للبنان وكذلك لليمن بشكل خاص، وذلك لأن إيران تمتلك نفوذا عبر فصائلها المسلحة في العراق وفي سوريا، وأيضا موجود حزب الله اللبناني في لبنان طبعا، وأيضا جماعة الحوثي. ومسألة جماعة الحوثي هنا ستدخل في أدوار دبلوماسية مهمة، وعلى ما يبدو بأن الأمور انسارت بالشكل الطبيعي فمن المفترض أن تكون قضية اليمن تتجه إلى نهاية مهمة للغاية، نهاية دبلوماسية كما تحققت الدبلوماسية بين السعودية وبين إيران. طبعا هنالك رابحين وخاسرين في هذه المعادلة، أبرز الخاسرين في هذه المعادلة هي إسرائيل. فبنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي أساسا عندما عاد لرئاسة وزراء إسرائيل، هذا الرجل كان قد تحدث بشكل واضح وقال بأن إحدى أهم وأساسيات عمله على المستوى والسياسات الخارجية هي تحقيق علاقات مع المملكة العربية السعودية، أو على الأقل التطبيع طبعا مع المملكة العربية السعودية في أحسن الأحوال. وذلك تعتمد إسرائيل هنا على أساس بأن كان هنالك تطبيعا مع مملكة البحرين، كان هنالك تطبيعا مع الإمارات العربية المتحدة، وبالتالي هذه العلاقات وهذا التطبيع يجب أن يمهد إلى تطبيع العلاقات أو على الأقل علاقات رسمية بشكل أو بآخر بين السعودية وبين إسرائيل، لأن بنيامين نتنياهو وجد بأن الحل الإسرائيلي الفلسطيني لهذه المشكلة الكبيرة للغاية الموجودة طبعا في فلسطين هي ستبدأ وستأتي من الخارج بعد إتمام العلاقات طبعا مع المملكة العربية السعودية. بالتالي السعودية وكأنها ستبدو الراعي للشعب الفلسطيني وتحل الكثير من المشاكل، أي أن الحل من الخارج إلى الداخل بدلا من أن يكون من الداخل إلى الخارج. هذه كانت الفكرة التي جاء بها نتنياهو، ولكن مع هذا الإعلان الذي نتحدث عنه وإعلان عودة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وبين إيران، فإيران هنا تبدو قوية وإسرائيل تبدو هي الخاسرة الأكبر، لأن إيران هنا تقول بأنني لست معزولة من العالم لا أبدا، وبأن لدي اتفاقيات أمنية واتفاقيات تعاون اقتصادية، وأنني لست مضطرة حتى على عقوبات الإدارة الأمريكية المفروضة علي أو الاتحاد الأوروبي أو غيرها. بالتالي هي منافذ مهمة جدا بالنسبة لإيران للخلاص أيضا من العقوبات، وأيضا لإبعاد المملكة العربية السعودية من أي فكرة لخلق أي علاقات
مع إسرائيل وبأن إيران هي العدو الأوحد ونيتو عربي ممكن أن يتحقق في المنطقة وغيرها، وبالتالي هي إيران تعتبر أحد أكبر الرابحين بعد هذه الصفقة، وأيضا الرابح الكبير الآخر والأخطر بحسب ما تراه الأوساط الأمريكية هي الصين. فالصين كما رأينا العام الماضي حققت استثمارات كبيرة جدا واتفاقيات كبيرة جدا مع المملكة العربية السعودية، وأيضا لديها اتفاقية استراتيجية كبيرة جدا مع إيران، هي مستثمرة وموجودة طبعا في الإمارات العربية المتحدة، موجودة في الخليج العربي كما هو معروف، وأيضا موجودة في العراق باستثمارات مهمة، وأيضا هي موجودة في المملكة الأردنية الهاشمية. وبالتالي فجأة مع هذا الاتفاق الذي يأتي بهذا الشكل تجد الولايات المتحدة الأمريكية نفسها بأن الصين الآن أصبحت موجودة وبقوة كبيرة للغاية، وبالتالي الصين هنا بحضورها بهذا الشكل بهذه الاتفاقية فهي لم تعد بأنها على أساس أو لم تعد الأمور بأن الصين تمتلك نفوذا اقتصاديا فحسب، بل إنها تقول بأنني هنا وموجودة، وليس فقط على مستوى النفوذ الاقتصادي وإنما أيضا على النفوذ الدبلوماسي، وهذه أول مرة نرى مثل هذه التطورات الكبيرة التي تأتي في الشرق الأوسط وتحديدا من هذا النفوذ الصيني الذي نتحدث عنه. ويجب أن لا نأخذ النفوذ الصيني ببساطة لأن الرئيس الصيني قد تمت عملية التصويت له لمدة ثالثة لرئاسة ثالثة لخمس سنوات قادمة بموافقة المؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني 100% التصويت لهذا الرجل، وبالتالي نظرة هذا الرجل النفوذ الذي يتمتعون به ويبحثون عنه في الشرق الأوسط يعتبر تحديا كبيرا جدا للولايات المتحدة الأمريكية وللغرب وتغيرا في الكثير من المعادلات. والصين طبعا تعتبر أمرا خطيرا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، واحدة من أهم الدراسات التي صدرت من جالب في السادس من مارس كما تلاحظون وضحت الشعب الأمريكي صوت من هو العدو الأكبر والأخطر للولايات المتحدة الأمريكية، وصدق أو لا تصدق هنا باللون الأخضر كما تلاحظ تشاينا الصين طبعا، وبالنقاط هنا الخط المنقط طبعا أو المرقط بهذا الشكل هي روسيا، ستلاحظ بأن الصين رقم واحد تأتي على مستوى إنها الأخطر على الولايات المتحدة الأمريكية، وأن الشعب الأمريكي يعتقد بأن الصين هي الأخطر مقارنة بروسيا صدق أو لا تصدق التي تخوض حربا في أوكرانيا وتسليح وتصريحات وحرب نووية، إلا أن الشعب الأمريكي بشكل عام بحسب الجالب تعتقد أن روسيا هي رقم اثنان في هذه المعادلة. طبعا هذا الأمر جعل العديد من الأطراف المهمة مثل باراك رافيد أحد أهم الصحفيين طبعا الذين يتحصلون على الكثير من التفاصيل والتسريبات خاصة من الجانب الإسرائيلي بعدد من التغريدات تحصل عليها من أحد المرافقين الدبلوماسيين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في رحلته التي طبعا يقوم بها إلى روما إلى إيطاليا، تحصل على تصريحات، وطبعا إذا ما جمعنا هذه التصريحات مع ما يعتقده هذا الخبير الذي ترونه أمامكم في الشؤون الإيرانية وفي الشأن الدولي ألا وهو جيسون بروتسكي وعدد من الخبراء الآخرين بدأوا يجدون بأن السعودية منطقي أنها تحركت بهذا الاتجاه. لماذا؟ هم لم يلوموا السعودية، هم وضعوا اللوم على الولايات المتحدة الأمريكية، قالوا بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن عندما فاز كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية في عام 2020 بدأ يريد العودة للاتفاقية النووية مباشرة لنتفق مع إيران، لا داعي للضغط على إيران، بل إنه رفع الجماعة الحوثي في اليمن من قوائم الإرهاب، وجماعة الحوثي هي وفصائل مسلحة مقربة من إيران موجودة في المنطقة قاموا بمهاجمة طبعا مصافي ومنشآت النفط الموجودة في المملكة العربية السعودية وفي الإمارات العربية المتحدة الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لم تفعل شيئا، نددت بهذه القضية ولم يكن لها دور في التصدي للهجمات التي جاءت بالطائرات المسيرة بل حتى بالصواريخ البالستية. أيضا ضغطت إدارة بايدن في مسألة الصحفي جمال خاشقجي وفتحت هذا الملف مرة أخرى، وطبعا بعد سنة من فوز رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بالرئاسة طبعا وهذه التحركات وجدت المملكة العربية السعودية بأن لا داعي من مسألة الاعتماد على الولايات المتحدة الأمريكية والمزاج المتبدل من إدارة إلى أخرى من حزب ديمقراطي إلى جمهوري من جمهوري إلى ديمقراطي، السياسات الخارجية تختلف بين الحزبين. ولذلك في 2021 بعد عام واحد من فوز بايدن في الرئاسة
الرئاسة توجهت وفتحت المحادثات مباشرة مع إيران في عام 2021 في أكتوبر، كان الاعتراف الرسمي كما تحدثت طبعا وكالة رويترز. جاء بعدها بسنة واحدة فقط الرئيس الصيني إلى المملكة العربية السعودية بهذه الطريقة، واستثمرت الصين بقيمة 50 مليار دولار في عملية استثمارات طبعا بين المملكة العربية السعودية وبين الصين. وها نحن وصلنا إلى هذه النقطة، عودة العلاقات الدبلوماسية بين إيران وبين السعودية برعاية صينية، رغم أن العراق لعب دورا كبيرا جدا في عملية الوساطة بين البلدين وسلطنة عمان. أيضا تحصل العراق على شكر في البيان بعد نجاح عودة هذه الاتفاقية. كان البعض يعتقد طبعا، أو العلاقات الدبلوماسية، كان البعض يعتقد بأن العراق من الممكن أن يتم التوقيع في العراق والأفضل في العراق، لأنه عاد في هذه الاتفاقيات بشكل مهم ولعب دورا كبيرا جدا في السلام في المنطقة. ولكن يبدو بأن الأطراف، إذا ما تحدثنا عن السعودية وإيران، يريدون القول للولايات المتحدة الأمريكية بأن الكبير في المنطقة القادم هي الصين وليست الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا هذا الأمر كانت فيه ردة فعل أمريكية واضحة، بالعكس الولايات المتحدة الأمريكية مع مثل هذه الاتفاقيات. ولكن جون كيربي وهو المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض وضع هذه النقطة وشكك في مسألة نزاهة أو التزام إيران في مثل هذه الاتفاقية. حتى باريس أساسا كانت تقف مع مسألة التحفظات، تحفظوا تماما على ما جرى وقال الآتي: سنرى ما إذا كان الإيرانيون سيحترمون جانبهم من الاتفاق، فهذا ليس نظاما يفي بكلامه عادة. وهذا اعتمادا على ما جرى في التاريخ، ففي عام 2011 على سبيل المثال كانت هنالك علاقة دبلوماسية مستمرة بين المملكة العربية السعودية وبين إيران، إلا أن وزارة العدل التي ترونها Department of Justice الأوساط الأمريكية أكدت أن كانت هنالك محاولة إيرانية لاغتيال السفير السعودي في الولايات المتحدة الأمريكية، بل أيضا محاولة للهجوم على السفارة السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية وتفجيرها، وتمكنت طبعا واشنطن من عملية إحباط هذه العملية. بعد ذلك أيضا ورغم العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، في عام 2014 اشتعلت الحرب بين جماعة الحوثي وبين الحكومة الشرعية، واشتعلت المشاكل طبعا في اليمن رغم العلاقات الدبلوماسية. في عام 2015 كان هنالك تحقيقا كبيرا لإدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما في تشكيل أو تحقيق الاتفاقية النووية مع إيران في عام 2015، وكان من المفترض اتفاق نووي بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. وأيضا في نفس الوقت أن هنالك علاقة دبلوماسية مستمرة بين السعودية وإيران، من المفترض المنطقة أن تكون هادئة وتحل مسألة أيضا جماعة الحوثي. ولكن بعد عام واحد فقط من توقيع هذه الاتفاقية طبعا رأينا ما رأيناه في القنصلية السعودية، وتوقفت طبعا وإعدام نمر النمر، وبالتالي توقفت العلاقات مباشرة رغم كل هذه البشرة التي شهدتها المنطقة آنذاك. وأيضا أن الأوساط الأمريكية والغربية ترى بأن إيران لن تستغني عن فصائلها المسلحة نهائيا، وهي ستبقيها كقوة موجودة في هذه المنطقة. أيضا يجب أن نتذكر أن الأمر أيضا صعبا على المملكة العربية السعودية من جهة أخرى عندما نتحدث عن الاتفاقيات العامة للتعاون في مجالات الاقتصاد وغيرها. فإيران لديها عقوبات متزايدة، تتزايد العقوبات، تنهال العقوبات بين فترة وأخرى على إيران، ليس فقط بسبب أن إيران قد تم اكتشاف بأنها تقدمت على المستوى النووي بهذا الشكل الخطير 83.7% على بعد 6.3% فقط للتخصيب العسكري للوصول للقنبلة النووية، لا أبدا، بل أن أيضا بسبب انخراط إيران في الحرب الروسية الأوكرانية بشكل مستمر، وهو ما يقلق، والأمر الذي يقلق الولايات المتحدة الأمريكية كثيرا. فعلى الرغم أن جالب في دراستها التي تحدثنا عنها في 6 مارس قالت بأن الصين هي أعلى خطر على الولايات المتحدة الأمريكية، أعلى حتى من ما ترونه هنا من روسيا، إلا أن الديمقراطيين المؤيدين للحزب الديمقراطي بحسب نفس الدراسة يختلفون تماما في هذه الدراسة، و53% منهم يعتقدون بأن روسيا هي الأخطر. وهذا ما يضعه في حساباته طبعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأن المصوتين والمؤيدين للحزب الديمقراطي يجب أن أكون معهم في التصدي لروسيا، وبالتالي هذه الإدارة ترى أن روسيا هي الخطر الأكبر، وخاصة أن أمور التعامل
التعاون التي نتحدث عنها بين إيران وبين روسيا مستمرة. تفاصيل نشرت خطيرة للغاية ذكرتها 4 مصادر مطلعة لشبكة CNN الأمريكية، أكدت بأن روسيا تقوم بعملية جمع أسلحة الولايات المتحدة الأمريكية، الأسلحة الأمريكية وأسلحة الناتو، تجمعها وترسلها لإيران عبر الجو عبر الطائرات. تقوم إيران باستخدام ما يسمى الهندسة العكسية للأنظمة، أي تقليدها، تطبيق نفس التكنولوجيا التي رأتها أو دققتها أو فحصتها، مثل هذه الطائرة MQ-9 ريبر التي سقطت بأيادي الإيرانيين فيما مضى وتمكنوا من تحقيق نسخة مشابهة تماما أطلقوا عليها غزة كما ترون. وبالتالي الإيرانيون متمكنين جدا في هذه المسألة. وطبعا قضية الحرب الروسية الأوكرانية يجب أن لا ننسى، رغم كل الدعم الدولي الكبير في هذه القضية التي نتحدث عنها والتعب الكبير الذي يأتي، إلا أن هنالك تراجعا في أوكرانيا حتى هذه اللحظة. إذا ما أخذنا هذه الخارطة التي ترونها لباخموت طبعا، وهذه الخارطة التوضيحية لما يجري في الأيام القليلة الماضية. هذه باخموت التي ترونها، ودعونا نعود في التاريخ قليلا إلى 9 مارس. ستلاحظ القوات الروسية باللون الأحمر كيف تطبق على مدينة باخموت. لاحظ كيف يكون التقدم هنا، هنا في 10 مارس، هنا في 11 مارس، وهنا في 12 مارس. لاحظ التقدم الكبير، خلال يوم واحد بدأت تطبق شيئا فشيئا القوات الروسية على باخموت، والأوكرانيين طبعا يتراجعون في هذه الجبهة المهمة. وهذه هي طبعا باخموت التي نتحدث عنها والتي جرت أيضا فيها بعض الأنباء اليوم، جاءت قبل ساعات من الآن إذا ما اقتربنا الآن من هذه الخارطة المهمة للغاية، بأن هنالك تطورا كبيرا قد جاء في هذه المنطقة من القوات الروسية. فالقوات الروسية في حقيقة الأمر بأنها تمكنت من عملية ليس فقط السيطرة أو التواجد في باخموت كهنا، وإنما استطاعت من عبور الجسر من هذا الاتجاه في شارعين مهمين هنا في هذه المنطقة. وهنا العبور بالنسبة لقوات فاغنر التي نتحدث عنها بحسب تفاصيل طبعا ليست مؤكدة قد نشرت عن هذا التطور، بأن المبنى الحكومي لباخموت هو يتواجد هنا بهذا الاتجاه. دعونا نوضح لكم، هو مبنى باللون الأزرق طبعا، وهذا يعني بأن القوات وقوات فاغنر لم تعد بعيدة أبدا من هذا المبنى المهم، فهي تقريبا بهذا الاتجاه الذي نتحدث عنه أصبحت على بعد ما يقارب 0.5 كيلومتر تقريبا. بصدق أو لا تصدق، التقدم من الجنوب يعتبر أخطر، قد تكون هذه مشاغلة. فالتقدم من الجنوب بحسب مقطع مصور جاء بهذا الشكل لفاغنر، ووصلوا إلى هذا الشارع الذي هو يأتي بجانب هذا المبنى والذي لا يبعد إلا ما يقارب 0.4 أي 400 متر تقريبا أو أقل للوصول إلى المبنى الحكومي لعملية السيطرة على هذا المبنى، وأن يستطيع العالم أن يرى بعد ذلك كيف أنهم سيطروا وعلى باخموت وسيعلنون هذا الأمر. طبعا وإذا ما اقتربنا من هذا المبنى الآن الذي ترونه أمامكم، هذا هو المبنى باللون الأزرق الحكومي، هذا المبنى الذي نركز عليه الآن في 24 ساعة الماضية. كانت هنالك لقطة بالضبط لهذا الشكل الذي ترونه، والصراع يأتي على هذا الطريق والاشتباكات بين القوات الأوكرانية وقوات فاغنر، وها هي اللقطة. لاحظ نفس المبنى نفس المباني، وهنا الاشتباكات التي ترونها بهذا الشكل. هنالك تراجع، فعلا تراجع ليس بالسهل أبدا في هذه المعركة. وطبعا أيضا في نفس الوقت أن قائد قوات فاغنر ألا وهو يفغيني بريغوشين، هذا الرجل يتحرك في جبهة باخموت بشكل مثير وبشكل مكثف. وكان هنالك مقطعا آخرا مصور لهذا القائد، قائد قوات فاغنر كما تشاهدون هنا في هذه اللحظات، وأنتم تستمعون لصوته وهو يتحدث. هنالك صوت للمدفعية وهي تعمل كما تلاحظ لقوات فاغنر في المنطقة التي يتواجد فيها. هنالك أيضا لقطة للمبنى الذي نراه على مبنى مرتفع، المبنى يبدو شكله مميز، وهو يقول بأنني موجود في باخموت، ولكنه أعلن بسخرية كبيرة بأنه سيرشح لرئاسة أوكرانيا في عام 2024 وبأنه سينتصر على فلاديمير زيلينسكي. وبالتالي إذا ما ذهبنا الآن بعد هذه التصريحات المثيرة للغاية للتأكد من أنه فعلا كان موجودا في باخموت، سنأخذ عددا من اللقطات أو اللقطة المهمة للغاية كما تلاحظون. هذا هو المقطع المصور، هذا هو المقطع الذي
الذي نريد أن نحلله بكل تأكيد. سنلاحظ بأن هذا المبنى لديه شكل مميز بهذا الشكل، طبعا من هذه الزاوية كما نلاحظ ليس هنالك أي مبنى جانبي من هنا، أي مبنى جانبي من هنا، أو أي مبنى جانبي من هنا. وأيضا سقف هذا المبنى من حسن الحظ بأنه مميز، يبدو بهذا الشكل، واحد اثنان وقضية واحدة أو مرتفع واحد يبدو يأتي في وسط هذين المرتفعين الموجودين في هذا السطح، وهذا يعني بأننا أمام نفس النقطة هنا، أمام نفس النقطة هنا، رغم عدم وضوح الصورة ولكن تصميم المبنى واضح جدا يأتي بهذا الشكل. وبالتالي أيضا بملاحظة بأن هذا المبنى ليس هنالك شيئا يمينا أو شمالا، وبأنه يأتي من هذه الزاوية، والزاوية مرتفعة التي نقف بها كما نتحدث قد تكون علامات كافية لمعرفة أين يتواجد قائد قوات فاغنر، بالتالي بالعودة بسرعة من القمر الصناعي لكي نحاول أن نجد موقعه. أين يتواجد يا ترى هذا الرجل المهم والخطير طبعا، والذي يتحرك بهذا الشكل المكثف؟ في السابق كان قد تمت ملاحظة في باخموت بأنه موجود في هذه المنطقة المرتفعة، وبعدها ظهر في باراسكوفيفكا مع عدد من الأوكرانيين الذين قام بإلقاء القبض عليهم وطالب فلوديمير زيلينسكي بالانسحاب من هذه المدينة. هنالك مدنيين عليك الانسحاب. وبالتالي السؤال هنا، بما أننا سمعنا عمليات الإطلاق المكثفة طبعا، هذا يوضح بأن قائد قوات فاغنر يفغيني بريغوشين بأنه موجود في منطقة فيها قصف، وبما أنهم قد أطبقوا هنا الروس على هذه أو على نهر باخموتكا وتعدوا هذا النهر بهذا الاتجاه من تقارير غير مؤكدة، هذا يوضح بأنه قد يكون فعلا موجود في هذه المنطقة التي نراها أيضا استعدادا للتقدم منه واقتراب قوات فاغنر من المقر الحكومي لكي يكون أيضا متواجدا في هذه المنطقة. وأيضا هي منطقة في حالة حدث شيء خطير فهو قادر على الانسحاب إلى اليمين والابتعاد عن الخطر، وبالتالي هذا قد يعطينا فرصة كبيرة للاقتراب من هذه النقطة ومحاولة معرفة أين هو، وخاصة كنا أمام تطور كبير قد جاء هنا في هذه المنطقة التي سنقترب منها، ألا وهي طبعا الذي ترونه هو نصب الدبابة في باخموت، كانوا قد سيطروا عليه قوات فاغنر بهذا الشكل. بالابتعاد بالصورة قليلا من هذه المنطقة سنجد أن هنالك مبنى إلى اليمين قليلا، هذا المبنى يبدو سطحه متشابها مع السطح الذي رأيناه الآن، وقائد قوات فاغنر كان يتحدث لنأخذ صورة واضحة لهذا المبنى القريب من نصب الدبابة المهم ونصب دبابة باخموت. ستلاحظ بأنك أمام نفس الشكل الهندسي للسطح الذي تحدثنا عنه، أيضا المبنى يأتي بهذا الشكل، ليس هنالك مباني لا من هنا ولا من هنا، وأن هذه الزاوية مترابطة مع هذه المنطقة، وهذا يعني بأن قائد قوات فاغنر كان يقف هنا عندما قام بتصوير هذا المقطع في 24 ساعة الماضية، هو نشر في حقيقة الأمر في يوم أمس في الحقيقة، وهنالك أيضا صورة أوضح إذا ما عدنا بالتاريخ قليلا لكي نوضح الصورة في توقيتات أخرى لهذا المبنى لكي نتأكد. ستلاحظ أن هذا المبنى فعلا متشابه بالشكل وباللون وبالسطح عندما تقارنه بهذا المبنى، لا شيء مختلف أبدا كما نلاحظ. إذن هذه معركة فعلا تعتبر للولايات المتحدة الأمريكية وللغرب مسألة مصيرية مهمة للغاية عندما نتحدث عنها. ولكن السؤال، وطبعا هذا يعني ببساطة أنك تقترب من إيران، تقترب من الصين، تقترب من روسيا، أنت في مشكلة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هل السعودية في مشكلة هنا بعد التقارب مع إيران؟ هل المنطقة بخير؟